شهار مصطفى المسؤول عن المجال الأخضر بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب. إحداث دار المستثمر القروي جات كمساهمة من المجموعة ومن البنك في تنزيل النموذج التنموي الجديد وكذلك استراتيجية الفلاحية للجيل الأخضر وكدعم للبرنامج التمويلي الطموح انطلاقة. فمنذ بداية هذه البرامج كلها اللي كتسعى إلى خلق كما قلت واحد طبقة وسطى قروية وحضارية قوية، وذلك عبر تعبئة وإدماج الشباب في الدينامية الاقتصادية الوطنية. وهذا دار المستثمر القروي هي واحد الواجهة، هي واحد الفضاء اللي غيساعد حاملي المشاريع من الشباب باش يعني يدرسوا الملف ديالهم ويستافدوا من واحد مواكبة غير مالية في جميع مراحل من الفكرة إلى تحقيق المشروع وإنجازه، وذلك من تقريبا يعرفوا شنو هي المراحل باش يخلقوا المقاولة ديالهم، تعريف النشاط الاقتصادي اللي غيزاولوه، الإطار القانوني اللي غيديروه، كذلك دراسة الجدوى ديال المشروع وتحديد البرنامج المالي كيفاش غنمولوه بواحد الطريقة ناجعة، واللي كذلك كندمجوا فيه حتى الإعانات المخصصة من طرف الدولة، وملي كيكون الملف جاهز كنحولوه إلى مركز الدراسات والسلفات للمقاولات الصغرى. وهذا الشيء غنستعملوا فيه التكنولوجيا وآليات بيداغوجية وكذلك جميع الخبرة اللي راكمها القرض الفلاحي منذ 60 سنة. وكما شفتوا غنبداو بواحد 13 فرع على الصعيد الوطني، وغادي نرفعوا من هذا العدد إن شاء الله سريعا إلى 20 ومن بعد إلى العدد اللازم. وغادي يشاركوا في هذا الشيء كذلك غنعبئوا في الجهات الوكالات المتنقلة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.